أكد رئيس الوزراء على تقدير الدولة لدور أهل سيناء في مواجهة الإرهاب، وشدد مدبولي على أن الرئيس السيسي اتخذ القرار الاستراتيجي وهو تنمية سيناء جنبا إلى جنب مع دحر الإرهاب. إحنا من ساعة ما بدأنا من 2014 إحنا مش بنشتغل في ظروف طبيعية. شمال سيناء كلنا عارفين، وأهالي شمال سيناء اللي موجودين واللي أنا سعيد إن أنا أشوفهم معايا وقابلتهم يمكن من أسابيع قليلة لما جيت في الزيارة السابقة، كانوا بيعانوا زي ما كلنا بنعاني من ويلات الإرهاب اللي استمر على مدار 10 سنين. إرهاب مقيت، كنا كل أسبوع ما بيعديش إلا وبنسمع عن حادثة استشهد فيها أو أولادنا من القوات المسلحة أو الشرطة أو أبناء شمال سيناء أو أصيب فيها عدد كبير. فكان هناك خيار إن إحنا نقعد نحارب ونقعد 10 سنين لغاية لما ننهي الإرهاب من غير ما نعمل أي حاجة، وده هيبقى طبيعي وشيء منطقي انها منطقة ساحة حرب وان احنا ما بنعملش حاجة غير ان احنا نحاول نحارب الارهاب. لكن القرار الاستراتيجي اللي خده سيادة الرئيس كان من اول لحظة ان احنا لازم ننمي سيناء جنبا الى جنب مع دحر الارهاب،